السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أطفالي وحبايبي الصغار، لاباس عليكم؟ أهلا بكم مرة أخرى في قناتكم يدي لك طفلي. رجعت لكم من جديد باش نكملوا مع بعض تعلم الحروف الهجائية بطريقة بسيطة وسهلة، وغنبداو إن شاء الله مع أول حرف هاد الحصة، ولكن نتمنى تكونوا مستعدين بحال دائما. يلا على بركة الله، الحرف الأول اللي عندنا في هذه الحصة هو حرف سين. سين سين، هذا حرف السين. سين شنو عنده هنايا؟ ثلاثة ديال السنينات، ثلاثة ديال السنينات. سين سين سين، نعاودوا مع بعضياتنا وباش نشوف واش غادا تقولوها مزيان ولا لا. يلا سميت هذا، برافو، حسن جدا، ما شاء الله عليكم. سين سين سين، مثلو مثلو، ساعة ساعة ساعة، نكتبوها تاها. سا سا عتن ساعة ساعة، نعاودو مع بعض. سين سين سين، ساعة ساعة. فين عندنا هنا حرف السين؟ عندنا أول كلمة سين، ساعة ساعة. دابا ننتقلوا لحرف الموالي اللي هو حرف الزاي. الزاي الزاي، هذا حرف الزاي، عنده نقطة من الفوق تنديرو من هنا، من السطر تنكتبو وتنزلو لتحت بحال الهلال. زاي زاي زاي، هذا حرف الزاي. نعاودو مع بعضياتنا، برافو، زاي زاي زاي، مثلو مثلو، زرافة زرافة. زرافة هي ديك الحيوان اللي تيكون عنده العنيق ديالو طويل وتياكلنا العشب الأشجار. نكتبوها ها، زا، ما نساوش النقيطة، ما نساوش النقيطة ديالنا. زا را فاتون زرافاتون زرافاتون. يلا نعاودو الحروف مع بعضياتنا، زاي زاي زاي، زرافاتون زرافاتون. نعاودو الحروف من الأول، سين سين، برافو ما شاء الله. سين قلنا عندهم ثلاثة ديال سنينات. ساعة ساعة. زاي زاي زاي، زرافة زرافة. فين عندنا حرف الزاي هنايا في هذه الكلمة؟ عندنا في أول الكلمة، زاي زرافة زرافة. وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، نتمنى يكون الدرس داز بأحسن حال وعرفتوا الحروف اللي قرينا في هاد الحصة. إن شاء الله ننتقلوا دابا النشاط اللي غيعجبكم بزاف باش نرسخوا به الحروف. يلا نمشيو. يلا وليداتي، النشاط اللي عندنا اليوم غدا نقطو الحروف اللي قرينا، نخرجهم إما في المطبعة أو لا تكتبهم ليكم ماما بحال ديك المرة. وغدا نحتاجو الورقة ديال الجريدة ديال الجورنال والمقص واللصاق. غنحاولوا نقطعوا هذه الورقه ديال الجريده عشوائيا، يعني ماشي ما نديروش شي شكل، غير نقطعوهم هكذا وصافي باش نخدموا بهم. هادو غنحاولوا نقطعوهم بحال هكذايا، نقطعوهم
باش هذا هما اللي غنستعملو اللصاق. هاد النشاط ديال نقطعو السقوط يعجب الوليدات بزاف وغادي يفرحو هما تيديرو هاد النشاط. نبداو بحرف السين اللي بدينا هو الاول. غنديرو اللصاق بحال هكذا، يعني ندوزو هنا وسط الحرف بحال تلونو، تمام بحال هكذا بحال تلونو، ندوزو هكا وغادا نجيو. دابا غادا نحاولو نلصقو هاد الوريقات اللي قطعنا، نلصقوهم ولكن نحاول ما امكن نديرو الوريقات لداخل، ما نخرجوهمش على الحرف ديال السين. حنا تنديرو الوريقات بحال هكذا ونقولو حرف السين، هذا حرف السين باش نعقلو عليه مزيان، ولكن نحاولو ما نخرجوش هاد الوراق، ما نخرجوهمش على خارج الحرف هكذا. لصقوهم عشوائيا يعني ماشي مرتبين، كما جانا الورقه نسقدوها، ماشي ضروري انهم يكونوا غير، ما نخليوش شي بلاصه اللي خاويه باش الحرف السين ديالنا كله يعمر لنا بهاد الوريقات. نتمنى النشاط اليوم يعجبكم هكايا، لان السين فيه اللصاق غادي نحطو فيه، هي نحطو فيه الورقه هو غادي يلصق لينا. نشوفو الى لقينا شي بلاصه بيضاء نغطيوها بالورق ديال الجريده. دابا كملنا حرف السين، شفتو الشكل ديالو شحال حاجه زوين شفتوه؟ دابا نمشيو لحرفو الزاي واللي عاوتاني نفس الشيء، نديرو لصاق لداخل هكا وما نساوش النقيطه، ما نساوش النقيطه ديالنا، ونوليو عاوتاني نديرو الورق لداخل ديال الحرف. وحنا تنديرو الورق ديالنا وتنقولو حرفو الزاي، حرفو الزاي هكذا، يا نغطيوه كامل باش ميبقاش عندنا تيبان لنا كاع الابيض، وهذا سميتو حرفو الزاي، حرفو الزاي. شنو قلنا ما خصناش نساو؟ شنو ما خصناش نساو؟ برافو عليكم، ما خصناش نساو هاد النقيطه، ها حنا درناها حتى هي درناها، غطيناها باش ما تبقاش بيضه باش ما يطلعلاش الدم. ها هو حرفو الزاي، شفتوه؟ شفتو حرفو الزاي؟ هذا حرفو الزاي، وهذا حرفو السين، وهذا حرفو السين. وصلنا حبايبي لنهاية النشاط الممتع اللي حاولنا به نثبتوا به الحروف اللي درسنا اليوم. حفظكم الله أبطال الصغار، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وإلى اللقاء.